نرجع بقى لضيفنا العزيز ونعرف من حضرتك كيف رأيت مباراة الأمس وماذا تتوقع فيما يتعلق بمباراة يوم السبت الجاي إن شاء الله. هو النادي الأهلي معروف دايما في زي ما بيقولوا في المواقف اللي هي الكبيرة أو الأحداث الكبيرة. أنا اللي شفته امبارح شفت راجل مدرب عامل سيناريو من أعظم السيناريوهات للتحضير للمباراة. قاري فرقة الترجي كويس جدا، عارف هو هيوصل لفين. نفس القصة دي شفتها برضو في ماتش سان داونز لو شغل أو احنا متابعين. طبعًا. نرجع بس شوية صغيرة. طبعًا. فرقة سان داونز كمان مش من الفرق القليلة في أفريقيا، فرقة بتعرف تلعب كرة كويس جدا، عندهم عدم تمركز، بيتحركوا كتير، فاهمين بعض، فرقة من الفرق اللي هي زي ما احنا بنقول يعني صعبة المراس في الكرة. ان هو يعرف يتعامل هنا ويتعامل هناك، ده راجل قاري الفرقة كويس جدا. تكملة للكلام دوت، لما نيجي نقرأ امبارح المباراة بتاعت الترجي، راجل محضر السيناريو بتاعه كويس، عارف مفاتيح القوة والضعف في سان داونز، طريقة اللعب بتاعت النادي الأهلي مش عايز أقول إن هي كانت غريبة شوية، إنما هو من القراية بتاعته للمباراة طلع بأحسن سيناريو ممكن يتلعب بيه في رادس. بمعنى إن حمدي فتحي بقاله فترة طويلة جدا ما بيلعبش، عملوا مش عايز أقول ليبرو، عمل راجل ليبرو بتاع نص الملعب اقرب للاثنين المساكين عشان يقفل الحته بتاعه العمق. وفي نفس الوقت ناس كتيره ممكن تغفل ان حمدي فتحي كان جاي من اصابه كبيره وبقاله فتره كبيره ما بيلعبش، ما اقدرش ان انا احطه في نص الملعب مجهود كبير، انما السوليه وديانج رجليهم في الملعب فاجهز بدنيا ان هم يقدروا ان هم الصراعات بتاعه نص الملعب والكلام ده كله. فانا شايف ان هو عمل سيناريو للمباراه ان هو يقدر يمتلك الكوره من تحت، ان احنا نبني، ضيع حوالي 25 دقيقة أو 30 دقيقة في الشوط الأولاني مفيش فرصة للترجي. وانت بتلعب مباراة قبل نهائي مع فرقة كبيرة في ملعبه بالظبط كده، ان انت ما قدرش في وسط جمهوره بالظبط، والاحداث كمان اللي حصلت قبل المباراة بالظبط طبعا مؤسفة، ان الكلام ده كله يحصل وما يخرجش لعيبة النادي الأهلي عن التركيز اللي هم فيه. دي الشخصية بتاعت اللعيبة بتاعت النادي الأهلي، هو ده النادي الاهلي وهي دي الشخصيه بتاعت النادي الاهلي. اي فرقه ثانيه ممكن تتوتر او اللعيبه تتوتر او يروحوا في مكان تاني، لا، الناس محافظه على الشخصيه بتاعتها، محافظه على التركيز بتاعها، عارفين الهدف هم رايحين ليه، فقدروا انه الحمد لله رب العالمين ان هم يطلعوا بافضل نتيجه. طب ده اللي فات، توقعاتك للي جاي بقى ايه ان شاء الله؟ اللي جاي ان شاء الله باذن الله، طبعا انت عارف ان الناس اللي اتعاملت في النادي الاهلي او لعبت في النادي الاهلي عارفه النادي الاهلي ما بيبصش لنتيجه او بيبص الانجاز محدود، لا. صحيح. انت الهدف بتاعك، الهدف ايه؟ ان انا اوصل للمباراه النهائيه ان شاء الله باذن الله. حتى في حاجه لو الناس كلها شافتها امبارح، ان الصحفيين بعد المباراه لما دخلوا فرحانين وكابتن شناوي عمل ايه؟ خرج الصحفيين قال لهم احنا لسه ما خلصناش الشغل بالظبط، يعني احنا قطعنا 90 دقيقه، انما الهدف الاخر هيخلص فين؟ في القاهره. فاحنا لسه ما عملناش اللي هو الانجاز الكبير ان احنا نعدي او نوصل للمباراه النهائيه لسه. فعشان مزيد من التركيز، احنا مش عايزين الصحافه، مش عايزين نفرط في موضوع وغالبا ما بيبقاش الموضوع ده كتير في النادي الاهلي على فكره. يعني هو عماد موسيماني برده في غرفه الملابس قال نفس الكلام للعيبه بعد الفوز، يعني هي واضحه وصريحه هذه الرساله. بالزبط. طبعا بالظبط، ده سيستم النادي الاهلي عامه. انت ما بتقدرش ان انت تفتح، بتفرح جزء صغير ووقت صغير جدا، لكن انت الهدف بتاعك ايه؟ ان انا اوصل للمباراه النهائيه. عشان اوصل للمباراه النهائيه نبدا بقى ان احنا نفرح ان شاء الله باذن الله، وما بتفرحش برده وقت طويل جدا، هو يوم ولا يومين وبعد كده هتبدا تركز. بالظبط، الحمد لله ربنا يديم علينا ان احنا نفضل زي ما احنا ماشيين كده. دي البطولة العاشرة إن شاء الله بإذن الله، تبقى الثانية على التوالي إن شاء الله، ربنا يكرمنا بإذن الله بالتركيز اللي احنا فيه دوت والهدف اللي احنا عايزين نوصل له إن شاء الله، ربنا يوفقنا فيه إن احنا نقدر نوصل له. يعني